سعداء جدا بوجودكم معنا، وإن شاء الله تكون الاستفادة عامة للجميع، وفي حال أي قصور أو أي سوء إدارة عن غير قصد لا سمح الله في مجال هذه الدورات، أرجو مراسلتنا على إيميل الأمانة العامة، وسيقوم الفنيين بالرد عليكم مباشرة. كما أحب أن أنقل إليكم جميعا تحيات الإخوة الأعضاء، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا سعادة الدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد الذي حملني، تحياتي إليكم جميعا، وينقل إليكم أطيب الأمنيات بحلول شهر رمضان المبارك. بس حابب بداية الدورة بعض التعليمات تصنيف الاتحاد الدولي، وبس أتمنى عليكم فوتوا على الموقع تبع الاتحاد الدولي. هلا اللي حاعملوا أكثرية اللاعبين ببلشوا ب 16 سنتيمتر 160 ملم.